جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم وسألهم مبتدئا بأبي بكر: ماذا تحب من الدنيا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أحب من الدنيا ثلاثا: الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي عليك. وأنت يا عمر؟ قال: أحب ثلاثا: أمر بالمعروف ولو كان سرا، ونهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. وأنت يا عثمان؟ قال: أحب ثلاثا: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وأنت يا علي؟ قال: أحب ثلاثا: إكرام الضيف، والصوم بالصيف، وضرب العدو بالسيف. ثم سأل أبا ذر الغفاري: وأنت يا أبا ذر، ماذا تحب في الدنيا؟ قال أبو ذر: أحب من الدنيا ثلاثا: الجوع، والمرض، والموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ فقال أبو ذر: أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخفى ذنبي، وأحب الموت لألقى ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحينئذ تنزل جبريل عليه السلام وأقرأهم السلام، وقال: وأنا أحب من دنياكم ثلاثا: تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء وتنزل مرة أخرى وقال: الله عز وجل يقرأكم السلام ويقول: إنه يحب من دنياكم ثلاثا: لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا.